يعني هو ربما من حسن حظنا أن هذا الحجر خلال فترة الكورونا هذه هي أجت مع أجواء الربيع الجميلة، حيث أنه سمحت لي جدا أني أمشي وأمارس رياضتي الصباحية كل يوم، وأجلس مع الطبيعة أمام الساحل الفلسطيني الذي يتراءى أمامي الآن. وهذه الفترة كمان تسمح لي أن الواحد يسائل روحه ويسائل ذكرياته السابقة والتي لم نكن بالفعل نجد الوقت الكافي في الحياة ونتيجة متطلبات الحياة المتكررة أن بالفعل أن نكون في هدوء نفسي يجعلنا أن نسائل روحنا مع هذه الطبيعة. وأنا من النوع اللي بحب يتماهى جدا مع هذه الطبيعة، فكل يوم أنا أمارس رياضة صباحية وأستمتع بجمال هذه الطبيعة، مع العلم أن هناك دائما يعني هذا الاستمتاع يلفه نوع من الحزن على ما يحدث حولنا، ولابد أن يكون في هناك منكدات دائمة، منكدات من هذا المرض الذي يتفشى والذي يصيب يعني مجمل الإنسانية. ولكن نحن هنا كمان يعني بالإضافة إلى وباء الكورونا، يعني وباء الاحتلال الذي لا ينفك إلا أنه يحتل اللي ينكد على حياتنا جميعا. ليش الثاني يعني هذا يعني هو من ناحية بالفعل أنه سمح لي بهذا الجو للتماهي مع الطبيعة، لكن في نفس الوقت يعني في هناك متطلبات أخرى. وأنا مباشرة تقريبا بعد هذه الرياضة الصباحية وبعد هذا التأني والتأمل مع الطبيعة أنا أدرس التعليم عن بعد، وأنا أدرس الأدب الإنجليزي وأدرس أربع مساقات في الأدب الإنجليزي، في الرواية الحديثة، في شكسبير، في الأسطورة والأدب. وأنا أجد بالفعل إنه هذا التعليم اللي عن بعد كمان بشكل ولو إنه يعني يسد غرض عملي في هذا الظروف، إلا إنه بشكل دائما توتر دائم، وأنا لا أشعر إنه من الناحية من يعني هو من ناحية يؤدي غرض عملي، بس من ناحية أخرى أنا بشعر إنه من خلال هذا التعليم اللي عن بعد أنا أفقد شيء ممكن نسميه روح العملية التعليمية. يعني أنا بكون أتكلم مع الزوم وكأني أتكلم في فراغ، يعني أتكلم يعني هذا البعد التفاعل الإنساني مع الطلبة هذا هو معدوم. أنا أعتقد إنه هذا مهم جدا في العملية التعليمية، ونعمل إنه الأمور يعني تزيل هذه الغمة وترجع الأمور يعني كما كانت، ونمارس حياتنا يعني بشكل طبيعي أكثر. يعني هذا مجمل طبعا يعني هذا الحجر، يعني خلينا نفكر في أشياء لم نكن نفكر فيها سابقا.
يعني أنا في أي لحظة بذهب وبشتغل في الحديقة، ببحث الحديقة، بهيئ الأرض للزراعة، مع العلم أنه أنا مش قادر أروح أشتري ولا أجيب زراعة. بس أنا أيضا أجد متعة في هذه الفترة بالفعل أني أشتغل في الحديقة. وأكثر من هيك يعني كثير وأنا أستمع إلى الأخبار المختلفة عن الكورونا في العالم وتأثيراتها وعدد المصابين وعدد الموتى، يعني وما هي الآثار التي يمكن أن تحصل للعالم في المستقبل. أنا بشعر إنه كأني أنا بقرأ رواية نهاية العالم، يعني في هذه يعني يعطيك جو كثير من الجو سوداوي لمستقبل الإنسانية. وما يزيد هذه السوداوية إني أنا عندما أرى إنه هذه الدول العظمى التي كان من الممكن أن تكون هي سباقة في التجاوب مع هذه الحالة الإنسانية الشاملة، وخاصة الولايات المتحدة، يعني عندما أرى هذا الرئيس يعني يزيدني غمة. وأنا وأتذكر بالفعل إحدى الشخصيات الأسطورية اللي بدرسها هي شخصية مايدس، كيف هذا مايدس الملك اللي كان يعني شره وكان يحب وعايش في ثروة هائلة وعايش في قصر الحديقة حواليه، ومن طمع الثروة طلب من أحد الآلهة إنه كل ما يمس إشي يعني يتحول إلى ذهب، وكانت هذه الأمنية، وبالفعل أعطى الإله هذه الأمنية، وصار كل ما يمس إشي يعني يتحول إلى ذهب، إذا أكل الطعام يتحول إلى ذهب، إذا شرب الماء يتحول إلى ذهب، وكانت هذه هي آخرته، وهذه إن شاء الله بتكون مثل آخرة دونالد ترامب في النهاية.